بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أحسست بضيق الصدر فاسمع لهذه الآية العظيمة. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن علاج ضيق الصدر والهم التسبيح والصلاة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية فزع إلى الصلاة. حزبه أمر يعني شيء أحزنه أو أهمه أو ضايقه، مباشرة يلجأ ويفزع إلى الله عز وجل بالصلاة. لأن من الذي يكشف عنك الضر؟ من الذي يشرح صدرك ويسر أمرك وينقذك من الهم؟ هو وحده الله جل وعلا سبحانه. التسبيح والصلاة. سبح سبح سبح، انطلق سبح. إذا ضاقت بك الأرض فانطلق إلى السماء، فانطلق إلى السماء، ارتفع إلى الملكوت الأعلى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين، من الساجدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.